السلام عليكم ورحمة الله. يعد القطاع المصرفي العراقي واحدا من القطاعات المصرفية القليلة في العالم التي لا تقدم خدمة الإقراض الشخصي للمواطنين، وهي العملية التي يلمس المتابع للشارع العراقي مدى الحاجة الماسة لها، والتي من الممكن أن تحقق في الوقت نفسه مصدر ربح للمصارف. مع حركة النمو الاقتصادي والانتعاش الذي يشهده القطاع المصرفي، ما زالت القروض الشخصية شبه معدومة في العراق ونادرة جدا في القطاعين العام والخاص بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي، وهو ما يبرر عدم قدرة المواطن العراقي على تحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي، والذي يعاني من محدودية الدخل في وقت يعده الخبراء من أصعب ما مر به العراقيون، وهي المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ما يلقي بعبء كبير على كاهل المواطن المطالب بتلبية احتياجات باتت ضرورية في الحياة العصرية. هواي اكو ناس تحتاج الى هذا القرض، لان اكو ناس تريد تتزوج تحتاج الى هذا القرض، اكو ناس مثلا عندها بناء، خاصة هسه العراق فات ظروف يعني أزمة يعني مالية وماكو وظائف، أغلبيتها ما عندها وظائف، فهذا القرض يعني يكون يخلوا له قوانين يكون تسديده في شيء يعني شهريا أو كل 3 أشهر، بينما الإنسان يقدر مثلا يقف على رجله. نحتاج القرض، وليش يا الدولة يعني ما تقدر ما تدبر المبلغ هاي الشباب هاي القاعدة؟ نحتاج أفتح لي محل أو أطلع فيه مشروع أعيش نفسي بيه أعيش عائلتي أو أتزوج. اغلب الناس هي محتاجه، بالاضافه الى ذلك يعني البطاله كلش كبيره بالعراق، يعني فتسهيل الامر للمواطن وللدوله ايضا بنفس الوقت، يعني تستثمر يعني اخلي له فتره زمنيه معينه يسدد بيها، بنفس الوقت هي مرتاحه منه يعني تخلصت منه كعاطل، وهو بنفس الوقت هم يقدر يأهل نفسه يعني يطور نفسه، مو شرط انه هو موظف بالدوله وكذا، الشرع له قوانين خاصه بيها حالنا حال الدول الباقية يعني الإمارات غير الدول الأخرى. يا ريت والله المصارف سهل للشباب، فتح قروض تساعدهم على إقامة مشاريع صغيرة لإعالة نفسهم أو لإعالة عوائلهم، وفتح قروض يعني الشباب مثل شاب يعجبه يعني يريد أن يمتلك سيارة أو أن يشتري دار سكن. بالنسبة للوضع العائلي محتاج لهالظروف هاي إلى سرعة مادة ليكون نفسه لعدة عائلة، لان مثل ما تعرفين الراتب بهالظروف هذا مدى يساعد، فالقرض راح يسوي فد مساله يعني يقدر الواحد من عندنا يكون نفسه يبدي يكون نفسه يبدي يسوي فد مشروع صغير يعني يساعد يعين اهله به، وتعرفين انت الراتب قد ما يزيد كل ما ظروف المعيشه تغلى وتزيد. احجام المصارف الحكوميه عن تقديم القروض الشخصيه يعزى الى محدوديه الدخل العام وتوجه الدولة نحو الاقتصاد الحر، مع إنها حاولت قبل أكثر من عام تقديم قروض للموظفين في القطاع العام وصلت إلى 2000 دولار بفائدة بلغت 7%. أما القطاع الخاص فما زال متخوفا من الخطوة بحجة عدم توفر الأمن والضمانات وعدم استقرار المواطنين في محال سكن دائمة وعدم قدرة السلطات الرسمية على محاسبة المتخلفين عن التسديد. ومع ذلك بدأ عدد من المصارف الخاصة بتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة لمواطنين بضمان كفالة عميل معتمد من المصرف. تغير أنماط الحياة وبروز النزعة الاستهلاكية في المجتمع العراقي جعل من القروض حاجة ملحة يتوجب على القطاع المصرفي التحرك سريعا من أجل تلبيتها تماشيا مع ضرورات الحياة الحديثة. لبرنامج أسواق العراق أمين الذهبي العربية.